انا جد سعيد و اونوري انني نكون في برنامج بهذا الوزن اللي هو ستارلايت، برنامج اللي كيعطي فرصه للطاقات الشبابيه والاصوات المغربيه انها تظهر وانها تخرج ماشي غير داخل ارض الوطن، ولكن اننا نقدروا نصدروا الاغنيه المغربيه وكذلك حتى الشباب ديالنا المغاربه على انهم ينتشروا اكثر ويكون عندهم انتشار اوسع. هذا البرنامج غادي يعطيهم واحد الدفعه قويه لانه كله موفر في هذا البرنامج، كل الامكانيات موفره، كل وسائل الراحه، وسائل الانتشار، لا تكنيك، لجنه التحكيم اللي تبارك الله مميزه بزاف، كل واحد غادي يقدر يساعد هاد لي كونديدا من خلال تجربته ومشواره الفني الطويل، والحمد لله تجربه اللي انا كنعتز بها. فخور بزاف انني نكون سورتو لا بروميير اديسيون، انا كتكون من الاوائل، هذا شي حاجه اللي مزيانه بزاف، وهذه تجربه اللي انا كان عندي تخوف منها، ولكن الحمد لله الامور تيسرت من البدايه حتى الان، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لهذا البرنامج الدوزام وكذلك حتى لي كونديدا اللي شاركوا.